الصهاينة اليهود عليهم لعنة الله عز وجل لم يسلم من شرهم أحد، بل إنهم تطاولوا على رب العالمين سبحانه وتعالى. قناة اعرف دينك سبحانه وتعالى، فنسبوا إليه كذبا وزورا وافتراء وبهتانا، بأن لله تعالى سبحانه، بأن له الولد، تعالى الله عن ذلك. وكذبوا وافتروا فقالوا إن الله تعالى فقير ونحن أغنياء. كذبت ألسنتهم وقلوبهم وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إن ألسنتهم لا تتنزه عن الكذب والفحش والبذاء. قالوا عن الله العظيم سبحانه يده مغلولة، تعالى الله. إنهم قتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قتل اليهود عليهم من الله اللعنات المستحقات. قتلوا يحيى وزكريا وغيرهما من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وافتروا عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كذبا قائلين إنه ساحر كذاب. بل أنتم السحرة الكذبة الفجرة الفسقة، عليهم لعنة الله ولعناته المتتابعات، وتوالت عليهم العقوبات والعقوبات. نشروا الفساد في الأرض، ينشرون المخدرات والمسكرات والعاهرات، ويشيعون الفواحش والرذائل في أوساط الشعوب، فهم تجار الرذيلة وسماسرة البغاء، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وهم لم يفعلوا ذلك فقط، لكنهم عادوا أهل السماء، عادوا الملائكة الكرام، وهم معصومون، معصومون من الخطأ، معصومون من المعصية، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم سلام الله. بل إن اليهود الأبعدين الفسقة الفجرة أضمروا العداوة لأقرب الملائكة إلى الله عز وجل وأحبهم إليه تعالى، إنه روح القدس، الروح الأمين الموكل بالوحي، الملك المقرب الذي أنزله الله عز وجل بوحي قرآن على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عادوا جبريل عليه السلام. ها هم اليهود، وهذا غيض من فيض شررهم وشرارهم وأذاهم وتاريخهم العكر الفاسد. هؤلاء يهود الأمس، وإن يهود اليوم شر من يهود الأمس. ورد في الأثر: حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قيل: فنزلت هذه الآية، أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا.
وسيدنا وابن سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. يزعم اليهود وأكثرهم الكذبة الكفرة الفجرة، يزعمون أن جبريل عليه السلام عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، وهذا من تلبيس الشيطان، وإنهم أخص الشياطين. والسبب في ذلك في زعمهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملك الذي يأتيه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل، فقالوا له كاذبين: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لصدقناك، أما جبريل فينزل بالحرب والقتال والعذاب، فهو عدو لنا فلا نؤمن بوحي جاء به. قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقيل إن سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام قولهم إنه ينزل بالحرب والعذاب، وهو ظن باطل وفاسد، لأن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين الذي ينزل على جميع رسل الله عز وجل، وهو ملك الوحي، وهو روح القدس. من عاد رسولا عاد جميع الرسل، لأنهم جميعا يتنزلون بأمر الله عز وجل. فلا وجه في زعمهم للتفرقة بين عداوة جبريل وميكائيل، إنهما ملكان كريمان أخوان في الله عز وجل وعبادته وطاعته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت له أرض في عوالي المدينة عند بني النضير وبني قينقاع، وكان يذهب إليها يباشر العمل فيها، وكان اليهود يطمعون في عمر رضي الله عنه، أي في ردته من الإسلام على الكفر على الأقل، حتى وإن لم يدخل في دين اليهود، وهو الدين الذي حرفوه وأبطلوه، لأن اليهود من عنجهيتهم وصلافهم وغرورهم وكبرهم لا يريدون من أحد أن يدخل في دينهم، إن كل مرادهم زعزعة الإيمان والإسلام، وخروج أهل الإيمان والإسلام من إيمانهم وإسلامهم ودخولهم في الكفر العام لا في اليهودية، لأنهم يأبون أن يدخل مسلم في دينهم الذي أبطلوه وحرفوه. انظروا إلى هذا الصلف وهذا الغرور يدخل في النصرانية، في الدرزية، في الديمقراطية، في الماسونية، في الشيوعية، في أي ملة من ملل الكفر شاء، لكنه لا يدخل في ملة اليهود. هكذا يريد اليهود أنفسهم، وهم يحاولون ليل نهار إخراج الموحدين المسلمين المؤمنين من توحيدهم ومن دينهم الحق إلى أي ملة من ملل الباطل والكفر واتباع الشيطان والطاغوت. فلما طمع اليهود حينها في عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له: يا عمر، إنك لتعلم أنك أحب أصحاب صاحبك إلينا؟ قال: وبما ذاك؟ يعني ما سر هذا الحب؟ فلم يعيروه جوابا. ثم قالوا: وإنا لنتبعك بشرط أن تخبرنا من ينزل على صاحبك. قال: أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: والرحمن؟ إن الذي ينزل عليه لجبريل. قالوا: أما علمت يا عمر أن ذاك عدونا من الملائكة؟ قال: إن الذي يعادي جبريل يعادي ميكائيل. قالوا: لا، بل ميكائيل ولينا، إنما عدونا جبريل. وهكذا فرق اليهود البهت في إيمانهم بالملائكة على فرض أنهم قد آمنوا بميكائيل واتخذوه وليا أصلا، وهم كذبة ضللة غششة خونة في مثل هذا القول كذلك، بل إنهم كفار بجبريل وميكائيل، فإنه كافر من فرق بين جبريل وميكائيل،
إنهما ملكان عبدان أخوان كريمان طائعان لله رب العالمين. من آمن بواحد منهما وكفر بالآخر فقد كفر بالاثنين وبجميع الملائكة، بل هم قد كفروا حقا بجميع الملائكة، لا يستثنون من ذلك واحدا، وإنهم يقولون ذلك على سبيل الحجة لو استطاعوا أن يغلبوا بها. والآيات والأحاديث شاهدة على مواقف اليهود الباطلة الضالة، وإن حجتهم الباطلة في ذلك، وهي حجة واهية لا تقوم على ساق ولا ساقين. يقولون إن جبريل إنما هو رسول الغلظة والشدة والفظاظة، بخلاف ميكائيل فإنه رسول الرحمة واللطف واليسر والتبشير وعدم التنفير. هكذا يقولون، وهكذا يفرقون بين ملكين كريمين. وإن شئت فقل هكذا يصفون ملائكة الله الرحمن عز وجل، وهكذا يصفون اختيار الله عز وجل لملائكته ولوظائفهم وما يوكله إليهم من المهمات. إنهم يقصدون بذلك رب العالمين، ثم يتوارون خلف هذه الحجة الواهية أو تلك، لئلا يقعوا في أن يقولوا قولا مباشرا عن الله عز وجل في كفرهم، فيتوارون خلف هذا أو ذاك. ولقد قالوا قبل ذلك كلمة الكفر في الله عز وجل نفسه، فكذبوا على الله وافتروا عليه الفقر والولد، وسبوا الله عز وجل وشتموه وتنقصوه وتنقصوا ملائكته ورسله وقتلوهم، عليهم لعنات الله المتتابعة. اللهم إنا نعوذ بك من اليهود ومن عاونهم ومن شايعهم وأيدهم، ومن الخونة والمنافقين والمخذلين. اللهم اكفنا واكف المسلمين والمؤمنين والإسلام شرورهم وشرارهم بما شئت وكيف شئت. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.